بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات المستوى الثالث كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أهلا وسهلا بكم في قسم الطفيليات. معكم الدكتور باسم محمد المشمشي، مدرس الطفيليات. إن شاء الله النهاردة هنكمل محاضرات السستودة، اليد دان الشريطية بنظام الأوفلاين. وفي المحاضرة دي هناخد عيلتين من عائلات السستودة. عيلة اسمها أنيبلو سيفاليدي، أنيبلو سيفاليدي وسيزانو سوميدي. أنيبلو سيفاليدي و في سي تي اتش، سيزانو سوميدي. تاني، أنيبلو سيفاليدي و سيزانو سوميدي. نبدأ بعيلة الأنيبلو سيفاليدي. عيلة الأنيبلو سيفاليدي فيها مجموعة ديدان. ليه أنا حطيت الديدان دي في مجموعة واحدة؟ إيه الصفات المشتركة اللي خلتني أحطهم في مجموعة واحدة؟ قال لك العيلة دي كلها بتيجي الهربوفرس أنيمال، الكائنات أو الحيوانات اللي بتفيدني في المزرعة، خلاص؟ السكولكس بتاعها كلها ما فيهاش لا روستيلم ولا هوكس، يبقى شبه السكولس بتاع التينيا سيجينات اللي احنا اخدناها. السيجمنتات بتاعتها والبروتيد بتاعتها بتبقى عريضه، بتبقى بروتر زي اللونج. البيضه بتاعتها الهيكسا كانسي امبريو، طبعا هي اشكالها مختلفه، بس الهيكسا كانسي امبريو الجنين اللي بقى موجود في كل بيضه سيستوده بقى موجود جوه جهاز هناخده بعد شويه اسمه بايريفورم اباريتس. اسمه ايه تاني؟ بايريفورم اباريتس، هنشرحه بعد شويه ان شاء الله. وبعد كده اللارفال ستيج بتبقى جوه حشره اسمها اوربيتد مايت، بتبقى جوه حشره اسمها ايه تاني؟ اوربيتد مايت، جوه حشره. يبقى اللارفال ستيج دي هتبقى سيست سيركويد. احنا اتفقنا سيست سيركويد كلها بتبقى جوه حشرات، ما عدا حاله واحده بس في الهيمينوريبس نانا، لو افتكرنا اللي كانت من غير ديل الكريبتوسيستك سيست سيركويد، كانت بتبقى موجوده في الانتستينال في اللايف بتاع الانسان. نانا كانت دايركت واندايركت، في حاله الدايركت كانت بتبقى موجوده في الانتستينال في اللايف بتاعه الانسان، اخذناها في المحاضره اللي فاتت. خلاص. طب عندي كام جينرا في العيله دي؟ عندي الانيبلو سيفالا سبيشيز اللي انا سميت اسم العيله عليها، وعندي جينوس مهم جدا اسمه مونيزيا. الراجل اكتشفها اسمه مونيز زي منير، يبقى مونيزيا سبيشيز. والعيلتين والاثنين دول انا هنشرحهم بالتفصيل لانهم مهمين جدا. وعندي حاجه اسمها بارا انيبلو سيفالا وسيتوتينيا. نبدا باول واحد اللي هو الانيبلو سيفالا سبيشيز. انيبلو سيفالا عندها نوعين فيها، انيبلو سيفالا بورفولياتا وانيبلو سيفالا ماجنا. سمعنا فين انيبلو سيفالا بورفولياتا قبل كده؟ دي كانت واحده من الثلاث ديدان اللي بره السمول انتستين. طب كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في اللارج انتستين بتاعه الاكواين، يعني موجوده في الاليوسيكال جانكشن لو فاكرينها. فعشان كده هي اسمها انيبلو سيفالا بورفولياتا، يكون الكومون نيم بتاعها اسمها السيستودا في لارج انتستين، لان دي السستودة الوحيدة اللي موجودة في اللارج انتستين بتاعت مين؟ بتاعت الاكواين. طيب، وبرضو احنا اتفقنا ان الانترميديت هوست بتاعت العيلة دي كلها اوربيتد مايت، وبالتالي هي حشرة تبقى من نوع سيستي سيركويد، وموجودة في الابدومينال كافيتي انتي تيشو بتاع الانترميديت هوست، ماشي؟ بس عشان هي انيبلو سيفالا بورفولياتا موجودة في اللارج انتستين اللي هي الاليوسيكال جانكشن. ناقص بس نعرف شكلها عامل ازاي وطولها قد ايه. بص كده على دي، تحس هي مثلث، ده السكولكس بتاع البوز بتاع المثلث، وقاعده المثلث اخر جرافيت سيجمنت، فعشان كده بقول لك شورت تريانجولار، شورت تريانجولار سيجمنت، خلاص؟ وبقى فيها سيكنينج، تحس لها تخانه سيكنينج، خلاص؟ ولو بصيت تلاقي في شورت كتير، بص كده على الشورت دي، الشورت دي معناها ان السيجمنتات بتاعتها عريضه قوي، يبقى اقول عليها برودر زان لوج، ماتش برودر زان لوج، وضيقه قوي، السيكنس بتاع او الطول بتاعها قليل، يبقى هي ضيقه مضغوطه وعريضه قوي، خلاص؟ مضغوطه وعريضه قوي، يبقى شورت ترانجولار سيجمنتد ويرم، خلاص؟ والثيكنينج، والسيجمنت بتاعتها بتبقى برود وفيري شورت. طولها 8 سم، اقصى حاجه ممكن توصل لها 8 سم، وعرضها 1.5 سم، 1.2 من 10 سم، لكن طولها اقصى حاجه ليها 8 سم، طيب نيجي للسكولكس بتاعها. السكولكس بتاعها بيبقى راوند زي ما انتم شايفين كده، دي رسمه ودي الصوره راوند، وعندها اربعه قاب شيب ماسكولار سكر من غير روستيلم ولا هوكس. العيله دي والعيله اللي وراها اللي هناخدهم النهارده، عيلتين اللي في المحاضرتين النهارده، كل السكولكس بتاعها فيها اربعه قاب شيب ماسكولار سكر من غير روستيلم ولا هوكس. احنا بنجيب العيلات بنجيب الحاجات اللي شبه بعضها عشان وانت بتذاكر ما تتلخبطش، خلاص؟ يبقى اربعه قاب شيب ماسكولار سكر من غير روستيلم ولا ايه هوكس، بيبقى راوند او كوادرلاتر تحسه مربع شويه. والحاجه اللي مميزه فيه كمان ان تحس النك بتاعته فيري شورت، تحس ملوش نك، الدماغ تحته على طول الاماتيور سيجمنت، الشورت دي اماتيور يعني عامل كده،
تحس النك بتاعته تقريبا مش موجوده خلاص. طيب الانيبلوسيفالا بورفولياتا، بورفولياتا بالذات فيها حاجه مش موجوده في اي سيجمنت تاني. ايه الحاجه اللي مش موجوده في اي دوده تانيه؟ بص كده تحت كل سكر، شايفين الجزء ده، الحته دي، الحته دي، الحته اللي عامله زي البوز دي خلاص، دي عامله زي الدلايه بتاعت عيال الصغيرين اللي برضعهم ما بيجي ياكلوا عشان ما وقعوش على ضهرهم. فلابتس دي، لابتس دي الدوده الوحيده اللي تحت كل سكر فيه لابتس، تحت كل سكر فيه ايه؟ لابتس اهي، شايفين دي الدلايه دي لابتس، دي في الانيبلوسيفالا بورفولياتا بس، يبقى عندها لابتس. عندها ايه تاني؟ لابتس. طيب احنا اتفقنا تحت كل سكر لابت، يبقى عندها كام لابت؟ اربعه، لان اي سستوده في الدنيا عندها اربعه سكر خلاص. اللي جاي ده مش علمي ماشي، عشان بس تقرب تحفظ الاسم، بس ده ماليش علاقه بالعلمي. انيبلوسيفالا بورفولياتا احنا اتفقنا عشان انسى عشان احفظها، النكه بتاعتها قصيره جدا، يبقى ان ابلو يعني اللي ما عندهاش قبل سيفلا، اللي ما عندهاش قبل الدماغ اللي هي النكه. ان ابلو سيفلا بورفولياتا، انيبلوسيفالا بورفولياتا، انيبلوسيفالا بورفولياتا، بس ده مش علمي، بس عشان تحفظ، عشان تحفظ كلمه ان ابلو سيفلا، انيبلوسيفالا بورفولياتا. طيب نيجي للماتيور سيجمنت. الماتيور سيجمنت بتاعتها بص كده، فاكر لما كنا بقول عريض قوي وشورت، يبقى السيجمنت بتاعتها فيري وايد اند شورت وماتش برودر ذان لونج، عريض قوي ماتش برودر ذان لونج، فيها اوفري واحد يبقى وان سيت من الجيتال اورجان، ولها كومون شولتر بور واحد فيوني لاترا، كلهم في اتجاه واحد يبقى يوني ايه؟ لاترا. الايدج بتاعتها نيمروس بس ارينجد فران رو في الميدل، خط كده واحد في النص، خط واحد كده فين؟ في النص، مفيش طبعا لا فوق ولا تحت، هي اصلا ضيقه، فهتبقى خط واحد فين؟ في النص. البتاع بتاعها اللي هو الاوفري بيبقى هورس شو شيب، والفيتالاين جلاند كومباكت ماس تحت الاوفري، كومباكت ماس تحت الاوفري. طب لو جينا للانيبلوسيفالا بورفولياتا جرافيت سيجمنت، برضه نفس الشيب، بيبقى وايت وشورت بس ماتش برودر ذان لونج، واليوترس بتاعها بيبقى ترانسفيرس ساك زي ما انت شايف كده في الدوز ايج، بس عشان هي ضيقه فالساك بيبقى صغير، يعني الكيس بقى صغير، ترانسفيرس ساك في الدوز ايج. يبقى احنا خدنا اول واحد من انيبلوسيفالا كان اسمه انيبلوسيفالا بورفولياتا، الثاني اخوه انيبلوسيفالا ماجنا، ماجنا يعني الكبيره، انيبلوسيفالا ماجنا، شايفين ده دي البورفولياتا، شايفين ده دي الماجنا، كبيره قوي. يبقى اول حاجه هتشوفها ان هي اتاكت 8 سم، دي 80 سم، دي بتوصل لحد 80 سم خلاص، بس برده شكلها تريانجولار، بوز من فوق وعرضها من تحت، يبقى تريانجولار وسيجمنتد ايه ويرم ماشي، وفيها سيكنينج، والسيجمنت تبقى ماتش برودر ذان لونج، برده بتيجي في الاكواين، بس فين؟ في الجيوجينم، والجيوجينم في سمول انتستين، زيها زي اي سيستوله، عشان كده احنا لما كنا بنقول الثلاثه اللي بره السمول انتستين قلنا الانيبلوسيفالا بورفولياتا، ممكن نسيت ماجنا، خلاص؟ ماجنا يعني كبيره، حجمها كبير، ماجنا، خلاص؟ يبقى انيبلوسيفالا ماجنا دي موجوده في السمول انتستين، اختها بورفولياتا موجوده في الاليوسيكال جانكشن، يعني موجوده في اللارج انتستين، واتفقنا العيله دي كلها الاوربيتد مايت هو الانترميديت هوست، والنوع يبقى سيستي سيركويد، نفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب لو جينا للسكولكس، حجمه اكبر شويه ب 4 6 مللي وكوادر لاترال، ونفس اللي هناك النك بتاعته قصيره او بتحس انت ما تشوفهاش، وراها اماتور سيجمنت على طول، بس ما عندهاش لابتس، ما عندهاش لابتس، يبقى بورفولياتا متميزه بحاجتين، انها في اللارج انتستين وعندها لابتس، ماجنا صحيح اطول منها بس ما عندهاش لابتس، وجوه السمول انتستين زيها زي اي سستوده في الدنيا، يبقى دي ما عندهاش لابتس. الماتيور سيجمنت هي نفس الماتيور سيجمنت بتاع الانيبلوسيفالا بورفولياتا بنفس الوصف اللي احنا اخذناه. الجرافيت سيجمنت هي نفس الجرافيت سيجمنت بتاعت الانيبلوسيفالا بورفولياتا بنفس الوصف اللي احنا اخذناه. خلاص اهي دي الدوده، دي الفرق ما بين الاثنين، بص كده ده الاليوسيكال جنكشن، اهو شايفين كل الحاجات البيضه دي، دي ديدان الانيبلوسيفالا، القصير ده كله بورفولياتا، القصير ده كله مين؟ بورفولياتا. وشايفين دي، دي البيضه، دي الايج ماشي، لو ركزنا شويه على الايج زي ما هناخدها بعد شويه، ده ماليش شكل معين، ده ممكن تكون تقريبا مثلث، البيض بتاعها بتاع الانيبلوسيفالا والمونيزم ماليش شكل معين، ده جوه هنا شايفين ده، شايفينه ده الهيكسا كانسين، بص كده شايفين القله دي، قله تحس ان هي شبه القله، ده البايريفورم ابريتس، احنا لو كنا اكتشفناه اول كنا قلنا عليه قله شيء، لكن هم اللي اكتشفوه فسموه باسمهم بقى بايريفورم ابريتس، والقله بتاعتهم عليها غطا، ده برده عليه غطا، الغطا ده بقى عليه كاب، يبقى القله دي لها تو هورن، البايريفورم ابريتس دي تو هورن وعليهم كاب، وعليهم كاب، وده السكورس اللي احنا خدناه. خد بالك بقى احنا خدنا ثلاث ديدان في السستوده قصيره وشبه المثلث، فرق ما بينهم، اخذنا الاميبوتينيا فاكرينها في اول محاضره، واخذنا الدافينيا خلاص، واخذنا
الانيبلوسيفالا بورفولياتا، المثلثين مثلثات خلاص عشان ما ننساش. طب نيجي اللايف سايكل بتاعها. الادلت هيبقى موجود في السمول انتستين بتاعه الاكواين، ده لو كانت ماجنا. في الثانيه هتبقى في اللارج انتستين بتاعه الاكواين، خلاص هتدي لا اما جرافيت سيجمنت لا اما ايج. الايج اللي هينزل بقى، خد بالك بقى، الايج اللي احنا هنقوله ده هو نفس الايج بتاع الانيبلوسيفالا، هو نفس الايج بتاعه المونيزا اللي احنا ناخدها، يعني ايج العيله كلها، ايج الانيبلوسيفالي دي كلها. ركز معايا، ملهاش شكل معين، بتبقى ممكن تريانجولار، ممكن اوفويد، ممكن راوند، ملهاش شكل معين. حجمها من 76 في 56 67 في 56 مايكرون، خلاص. طيب الاكس شيل ده بتبقى من برينس، هي سيفرال لير، هي بتبقى بالظبط 3 لير، 3 لير من بره. جواها بقى، ودي اهم حاجه، الهيكسا كانسي امبيريو اللي موجود في كل ديدان السيستودا في كل البيض، بيبقى جوه حاجه شبه القله كده نقول عليها بايريفورم ابريتس. يبقى عيله الانيبلوسيفاليدي دي الاك بتاعه كله بيشتهر بالبايريفورم ابريتس، وبعد كده فوقها كاب، فوقها كاب، خلاص. يبقى بايريفورم ابريتس الجزء ده، وفوقه مين؟ فوقه كاب، ده مشهور قوي للاك. طيب بعد كده الايج هيتاخد بالاوروبيتد مايت، نفس الكلام اللي احنا هنقوله بقى، هيتكون جواه سيستي سيركويد، وصف السيستي سيركويد. يبقى الانفكشن لما الحيوان ياكل اوروبيتد مايت في الاكل، الحلم الخرفوشي ده حاجات صغيره كده موجوده على الاكل، يجي ياكل الحيوان الحاجات دي تنزل ايه في بطنه، تتحول لو اما انيبلوسيفالا بورفولياتا تبقى موجوده في اللارج انتستين، او الانيبلوسيفالا ماجنا تبقى موجوده في السمول انتستين، خلاص. طيب بيعملوا ايه؟ ايه مشكلتهم؟ قال لك دول بيبقوا نان باثوجينيك، عاده بيبقى نان باثوجينيك، بس اتفقنا حتى لو كانت الحاجه نان باثوجينيك، لو كان في هيفي انفكشن هتعمل كلينيكال ساينس، ممكن تكون سيفير كلينيكال ساينس لو كميه كبيره دخلت مره واحده، وممكن تبقى فيتال، ممكن تبقى مميته، لكن لو هي اعداد صغيره انت ممكن ما تحسهاش في الحيوان، خلاص. الانيبلوسيفالا بورفولياتا بتعمل ألسريشن اللي هي بين الاليوسيكال جانكشن دي، بتعمل ألسريشن في الميكوزا في المكان الاليوسيكال جانكشن، خلاص. فممكن تعمل ان الانتستين تخش في بعضها، خلاص، الانتستين تخش في بعضها، تعمل زي الشريط المقلوب. طيب الدايجنوسيس بتاعها ازاي؟ والله اشوف البيض او اشوف الجرافيت سيجمنت في الفيسز بتاع الفاينل هوست، اعالجها، اعالج او اتحكم فيها ازاي، اعالج الاكواينز العيانه، وتريتمنت في كل السيستودا اللي احنا اخذناها بيبقى نيكلوزامايد، خلاص. نيجي للثانيه المهمه في العيله اللي اسمها مونيزيا، اسمها تاني مونيزيا، مونيزيا، خلاص. دي بتبقى موجوده في الرومننت وفي الاكوان برضه، هم خمس انواع هناخدهم، في حاجات بتبقى في الرومننت وحاجات بتبقى في الاكوان. بس خد بالك بقى، دي دوده كبيره جدا، دوده عريضه، يعني احنا لما نحب نجيب سيستوده ونوري الناس سيستوده نجيب لهم المونيزيا، لان عرضها بيبقى 2 سم وطولها 6 متر، فالدوده بتبقى عريضه قوي وشريط قوي، واضح قوي ان هي شريط، خلاص. السكولكس بتاعها زي ما اتفقنا بتاع العيله كلها بيبقى مفيش روستلم ولا هوكس، وبتبقى وايتش ان كلر، بتبقى وايتش ان كلر. ولو دققنا شويه هنشوف السيجمنتات اللي بالعرض بتاعتها بعينينا المجرده اللي هي برودر زان لونج، ولو دققنا اكتر هنشوف اتنين اوفري، واحد في الجنب ده وواحد في الجنب ده، يعني تبقى عريضه قوي والسيجمنت كبيره وشايفها وعريضه، فرد الجزمه قدامي قد كده، وفيها اتنين اوفري، واحد في الجنب ده وواحد في الجنب ده، عشان كده دول كلهم المونيزيا دبل سيت من الجيتال اورجن، بتبقوا ايه تاني؟ دبل سيت من الجيتال اورجن. طب عندي كام نوع من المونيزيا؟ عندي خمس انواع من المونيزيا، مونيزيا اكسبانسا، مونيزيا بنديني، مونيزيا البا، البا، مونيزيا ترايجونوبورا، مونيزيا باليدا، تاني مونيزيا اكسبانسا، مونيزيا بنديني، مونيزيا البا، البا، مونيزيا ترايجونوبورا، مونيزيا باليدا، دول الخمسه، خلاص. الخمسه نفس السكولكس، الفرق بيبقى في السيجمنت، وخد بالك اللي هيفرق ما بينهم حاجات بسيطه جدا، حاجه بتفرق ما بين دول كلهم، خلاص. تاني الخمسه نفس السكولكس، فهنشرح السكولكس مره وهو اللي هيقرر في نفس الخمس ديدان، خلاص. بس والماتيور والجرافيت بتاعهم بنفرق بينهم في حاجات بسيطه عشان اعرف هي انهي نوع من الخمسه، اكسبانسا ولا بنديني ولا البا ولا ترايجونوبورا ولا باليدا، وطبعا الفاينل هوست بتاعهم بيختلف، ماشي. نمسك اول واحد مونيزيا اكسبانسا، ودي اشهرهم، بتبقى لار سيجمنت التاب ويرم وملهاش كومون نيم، طولها من 2 ل 6 متر وعرضها 1.5 سم، خلاص. لونها جري شويه زي ما انت شايف كده، بتبقى بتيجي لمين؟ بتيجي مين للشيب، وبعد كده الجوت والكتف، مين للشيب والجوت، وممكن في الكوشن المين للكتف، خلاص، مين للشيب. طبعا العيله دي كلها اتفقنا الاوروبيتد مايت والانترميديت هوست، وموجوده في السمول انتستين،
خلاص الابدوم النوع اللارفال ستيج من السيست سيركويت، الكلام ده كله متكرر ومتعاد. خلاص احنا بنجيب الحاجات المميزه في كل ايه واحد. طيب لو جينا للسكولكس، السكولكس عنده بولي ريلاتيف سمول باصغر شويه، وعنده اربعه قاب شيب ماسكولار سكر، ومفيش فروستيلا مالهوكس، دبل الكترون ودبل لايت، اربع دوائر اهم واربع دوائر اهم، مفيش هنا روستيلا مالهوكس، مفيش هنا روستيلا مالهوكس. الله، طب ما احنا اخدنا حاجات كتير كده مفيش فروستيلا مالهوكس، زي التينيا ساجينات لسه واخدينها في اول محاضره. اقول لك اه بس دي النك بتاعها بيبقى اضيق او ارفع من بتاعه التينيا ساجينات، بتبقى اضيق شويه او ارفع من بتاعه التينيا ساجينات، يبقى ناروزان السكولكس بتاع التينيا ساجينات. طيب نيجي للمونيزيا اكسبانس، اي سيجمنت في المونيزيات بتبقى عريضه قوي، بتبقى برودر زان لونج، حلو الكلام، وفيها دبل سيت من الجيتال اورجن، جميل ممتاز. ركز بقى معايا، انا عندي ماتيور وعندي كرافت، افرق بين الماتيور والكرافت ازاي؟ بالاوفري، الاوفري لو موجود يبقى ماتيور، ما هوش موجود يبقى كرافت، ما هو بلاد الاوفري موجود يبقى تيستس موجوده، اوفر وتيستس بقت ماتيور. طيب ما همش موجودين يبقى ده اج، يبقى ده كرافت. خلاص يبقى ده خلاص عرفنا بين الماتيور وبين الجرافت. الحاجه الثانيه ازاي افرق ما بين الانواع وبعضها؟ ركز بقى معايا في الحته دي، الدوده المونيزيا الدوده الوحيده اللي ما بين السيجمنت والتاني فيه جلاند، فيه جلاند ما بين السيجمنت والتاني، فبقول عليها انتر بروجلوتيدال جلاند، لان السيجمنت اسمها اللاتيني بروجلوتيد، او ممكن نقول عليها انتر سيجمنتال جلاند، بس الاصح انتر بروجلوتيدال جلاند. من شكل الجلاند دي اقدر اعرف هي اي نوع من الخمسه. تاني، من شكل الجلاند اعرف هي اي انهي نوع من الخمس. يبقى تاني لو قلنا للشيب دي بتاعت الاكسبانسا هتبقى برودر زان لونج، كام سيت من جيتال اورجان؟ دبل سيت من الجيتال اورجان، وبالتالي توصيف الكومون جيتال بور هيبقى بايلاترال. التيست زي ما انت شايف بتبقى نيمراس وسكاترد. الاوفر بص كده انكمبليت رينج والفيتالين جلاند كومباكت ماس تحت الاوفر، اهو الاوفر واحده انكمبليت رينج والفيتالين جلاند كومباكت ماس تحت الاوفر، incomplete ring والفيتالين جلاند كومباكت ماس تحت الاوفر. بص بقى على الانتر بروجلوتيدال جلاند، شايفين ادا السيجمنت وادا السيجمنت، على البوستيريور بوردر بتاعت السيجمنت اللي هي شايفين النقط دي، نقط نقط، بيقول لك ده بقول عليها سيريز يعني سلسله من البيتس يعني الحفر او البلايند ساك الاكياس، يبقى اكياس سلسله من الاكياس او الحفر الصغيره اكسباندد على كل البوستيريور بوردر، يعني ممتده على كل البوستيريور بوردر، ماسكه البوستيريور بوردر من اوله لاخره، ماسك البستور بوردر من اوله لاخره، ماسك البستور بوردر من اول لاخره، فعشان كده بسميها اكسبانسا، ما دام هي اكسباندد على كل البستور بوردر يبقى اسمها ايه تاني؟ اكسبانسا، اسمها ايه تاني؟ اكسبانسا، يبقى اكسباندد على كل البستور ايه؟ بوردر، في الحاله دي اقول عليها اكسبانس، يبقى قلت عليها اكسبانسا ليه؟ عشان الانتر بيوتال جلاند نقط على كل البستور بوردر، طب قلت عليها ماتيور ليه؟ عشان في اوفري، الاوفري اهو اثنين اوفر في كل سيجمنت، يبقى كده ايه؟ ماتيور، جميل؟ نيجي للمونيزيا اكسبانسا جرافيت سيجمنت، اكسبانسا ليه اتفقنا اكسبانسا؟ عشان اهو الانتر بروجلوتيدال جلاند بتبقى سيريز اوف بيت او بلايند ساك اكسباندد على كل البوستيريور بوردر. طب جرافيت ليه؟ لان مفيش هنا اوفري، خلاص؟ امال اليوترس شكله ايه؟ هي تحت برودر زان لونجر، اليوترس بيبقى ترانسفيرس ساك فيلد ويز ايج، بس انا مش شايف الايج ليه؟ لان هي بتبقى راكبه فوق بعضها، فما يكون راكبه فوق بعضها ما فيش فراغات ما بينهم فبقدرش اشوفها. ماشي، يبقى هي فوق بعضها اقول عليها ماشي ترانسفيرس ساك فيلد ويز ايج، ترانسفيرس ساك فيلد ويز ايج، يبقى بدل ما فيش هنا اوفري يبقى هنا على طول في كيس اللي هو اليوترس ومليان دول ترانسفيرس ساك فيلد ويز ايج. نيجي المونيزيا بينيدين، ملهاش كومون نيم وبرده لارج سيجمنت التاب ويرم، ومن 2 ل 6 متر قد الثانيه بس عريضه سنه، الثانيه كانت 1.5 2 سم، خلاص هناك كانت ميل شيب وجوت وريرلي ممكن تيجي للكتل، هنا بقى العكس، هنا ميل كتل يعني اكتر حاجه بتجيها كتل، وبعد كده بعد كده ممكن تيجي للشيب وكو، يبقى هي مينلي كتل، خلاص؟ برضو نفس الحكايه الاوروبيتد مايد والسمول انتستن ابدومينال كيفيت والسيست سيركويت ثابتين في كل المجموعه دي، ثابتين في كل المجموعه دي. السكولكس بتاعها هو نفس السكولكس بتاع الاكسبانس، ما احنا اتفقنا السكولكس بتاع الخمسه واحد بنفس الشكل. طيب نيجي بقى للايه؟ ماتيور سيل، عرفت يا ماتيور ليه؟ عشان فيها اثنين اوفري، ما احنا اتفقنا كل مونيزيا عندها اثنين اوفري بايلاترال، يبقى هي برودر زان لونج ودبل سيت من جيتال اورجان وبايلاترال، والتيست زي ما انت شايفين نيمرس وسكاتر، والاوفري انكمبليت رينج والفيتالين جلاند كومباكت ماس تحت الاوفري. امال عرفت يا بنديني ازاي؟ ما قلت لي اسمها مونيزيا بنديني، عرفت يا بنديني ازاي؟ ركز معايا بقى، احنا اتفقنا انا بميزهم بالانتر بروجلوتيدال جلاند، في حاله اكسبانس اللي فاتت كانت سيريز اوف بيت
موجودة نقط موجودة على كل البوستيريور بوردر. بص هنا بقى عصاية في النص، عصاية متصلة وموجودة في نص السيجمنت، في نص البوستيريور بوردر. أقول عليها إيه بقى؟ أقول عليها كونتينيوس هو أو شورت كونتينيوس هو، موجودة في الميدل بارت أوف بوستيريور بوردر أوف ذا سيجمنت. كونتينيوس رو شورت كونتينيوس رو موجوده في الميدل بارت اوف بوستيريور بوردر اوف ذا سيجمنت. فاجي ابص هنا ابص الاقي عصايه 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 اهي. شايفين دي عصايه، عصايه صغيره. ما دام عصايه صغيره ومش نقط متصله يبقى دي بندين، يبقى دي مين؟ بندين. طب عرفت اللي هي ماتيور ليه؟ اوفري اوفري اهو انكمبليت رينج والفيتالين جلاند بيكمل الرينج اهو. ده كده اقول عليها ماتيور، وبالعصايه دي العصايه او الشرط الصغيره دي اقول عليها بنديني، يبقى منزه بنديني ماتيور سيجمنت. طيب نفس الحكايه في حاله الجرافيت سيجمنت، جرافيت ما فيش هنا اوفر، يبقى ده ترانسفيرس سايك في الدوز اج وهي عريضه برودر ذا لونج. امال عرفت ليها بنديني ليه؟ شايفين العصايه اللي في النص اللي هي الكونتينوس رو موجوده في الميدل بارت اوف ذا سيجمنت. ماشي، نيجي اللي وراها المونيزيا البا. مونيزيا البا بتبقى اصغر 2.5 خلاص، وعرضها 1.5 2 سم يعني بين الاثنين التانيين، بس طولها اقصر 2.5 تانيك وبيوصلوا لحد 6 متر. ماشي، دي بقى ما بتزعلش حد، كاتل وشيب واذر رولد اي حاجه. ماشي، واحده كانت متخصصه للشيب وممكن تيجي للكاتل، والثانيه كانت مخصصه للكاتل وممكن تيجي للشيب، لكن هنا بقى ما بتزعلش حد. خلاص، كاتل وشيب والاذر ايه؟ رومينت. ماشي، السكولكس نفس السكولكس بتاع العيله بتاع اللي هم اربعه كاب شيب ماسكور سكر من غير روستيلم ولا هوكس. طيب نيجي بقى للماتيور سيجمنت. نفس الماتيور سيجمنت اللي خدناها، بس اجي هنا على الانتر بيوبيتال جلاند عشان اشوفها ما لقاهاش. يبقى دي الحاجه المونيزيا الوحيده اللي ما عندهاش انتر بيوبيتال جلاند، عشان كده سموها البا. تعرف البا يعني بيضه؟ كلمه البا يعني بيضه، ما عندهاش فاضيه. يقول لك ايه؟ ابيض يا ورد، انا اجيب بيضه ما فيهاش حاجه. خلاص، يبقى دي البا. بص كده ما فيش انتر بيوبيتال جلاند. طب عرفت ليها ماتيور ليه؟ بص كده شايفين اوفري، اتنين اوفري موجودين اهو اهو. دي الرسمه، ادي اوفر وادي اوفري وما فيش هنا جلاند، ادي اوفر وادي اوفري وما فيش جلاند ما بين السيجمنت وبعضها. ما دام ما فيش جلاند بقت البا، ما دام ما فيش جلاند بقت البا. خلاص، طيب نيجي للجرافيت سيجمنت، اهي نفس الحكايه. انا عندي اوفري اهو، اوفري اوفري ما فيش اوفري، خلاص ما فيش اوفري تبقى جرافيت. يبقى لو في اوفري ماتيور، ما فيش اوفري تبقى جرافيت. تاني في اوفري ماتيور، ما فيش اوفري تبقى جرافيت. يبقى دي جرافيت سيجمنت بتاعت مونيزيا. انهي مونيزيا؟ ما فيش انتر بوجيتال جلاند، ما فيش، يبقى البا. يبقى مونيزيا البا خلاص جرافيت سيجمنت، مونيزيا البا جرافيت سيجمنت. طيب نيجي للمونيزيا الرابعه اللي هي المونيزيا ترايجونوبورا. اسمها ايه تاني؟ مونيزيا ترايجونوبورا. دي بتاعت الكامل، هي موجوده في الكامل، فعشان كده ممكن يكون الدين بتاعها مونيزيا اوف كامل، وبتوصل لحد 120 سم. صحيح الكامل كبير بس هي قصيره، متر و20 سم. ماشي، يبقى 120 ايه سم. ماشي، مين لي كامل، هي متخصصه كامل وممكن تيجي في الهوست الثاني، بس مين لي كامل. بقيه المعلومات بتاعتها ثابته زي كل المونيزيات. السكولكس نفس السكولكس بتاع اكسبلس. نيجي بقى للماتيور سيجمنت، عريضه، اتفقنا ان كل المونيزيات عريضه، دبل سيت من الجيتال اورجان هو باي لاتر. ماشي، طيب ركز بقى معايا في الحته دي، ركز. اكسبانسا كانت نقط ممتده على كل البوستيريور بورتر، بديني كانت عصايه متصله موجوده في الميدل بتاع البوستيريور بورتر، البا ما عندهاش اصلا. ترايكونوبورا ركز بقى معايا، نقط نقط اهي بس موجوده في الميدل بس، يعني واخده من اكسبانسا، واخده من ميدين، واخده من اكسبانسا نقط، واخده من ميدين هي موجوده في النص بس. خلاص، يبقى اقول عليها سمول بيتس في الميدل فيلد في البوستيريور بوردر بتاع السيجمنت، اهي نقط بس. بس كده؟ قال لك لا، التستس شايفين التستس مش نمرس وسكاتر، معموله في مجموعتين، تحس ان هم هرمين، جزء هنا وجزء هنا ونص فاضي، يبقى موجوده في مجموعتين. اقول عليها تو بيراميدز، موجوده في هرمين كده، تو بيراميدز في الميدل اهي. خلاص، تو بيراميدز، تو بيراميدز بس. يبقى عرفت ان هي ترايجونوبورا ازاي؟ ان الانتربوتيتال جلاند نقط موجوده في الميدل بس، والتستس موجوده في مجموعتين زي الهرمين كده. يبقى دي اقول عليها مونيزيا ترايجونبور. طيب بص هنا الجرافيت سيجمنت نفس الحكايه، برودر زان لونج، ونفس الانتربوتيتال جلاند بتبقى نقط موجوده في النص بس، وساعات في الترايجونبور تحس ان فيها فايبرز كده، تحس ان فيها الياف. ماشي، يبقى دي اقول عليها المونيزيا ترايجونبورا جرافيت سيجمنت، مونيزيا ترايجونبورا جرافيت سيجمنت. اخر مونيزيا، ماشي، مونيزيا بليده، دي المونيزيا بتاع الاكواي. يبقى احنا خدنا حاجات في الكاتل والشيب والكوت التلاته الاولانيين، وواحده في الكامل اللي هي الترايجونوبوره، وبليده بتاعت مين؟ بتاعت الاكواين، بتبقى 140 سم، اطول شويه من بتاعت الكامل، موجوده في الاكواين، وبقيه المعلومات اللي موجوده ايه؟ ثابته. السكولكس نفس السكولكس بتاع الاكسبلسا،
بس البليده المونيزيا بليده ماتيور سيجمنت نفس بالظبط بتاعه البنديني. فاكرين البنديني اللي هي عرفت اللي هي ماتيور ليه؟ عشان عندها 2 اوفر. طب عرفت اللي هي بنديني ليه؟ عشان الانتر بروكيتال جلاند تبقى احسن في النص، كونتينوس رو كونتينوس رو ماشي شورت موجوده في الميدل، يبقى نفس الشكل. طب ليه سميتهم اسمين؟ ليه ما قلتش عن دي بنديني؟ لان دي موجوده في الاكواين، البنديني موجوده في الكاتل. خلاص يبقى الفرق ما بين الاثنين بس هم طالعين منين، من انهي وسط، دي في الاكواين الثانيه في الكاتل، لكن هي نفس الشكل تحت الميكروسكوب. خلاص نفس مين السيجمنت، نفس الانتر بوكوتيدال جلاند، وبرده جرافيت سيجمنت نفس الجرافيت سيجمنت بتاعت مين البنديني. خلاص العصايه المتصله فين في النص، يبقى شبه البنديني، الفرق بس بينهم هي طالعه من اي هوست. طيب ده الشكل العام اهو، ده السكوكس بتاعهم كلهم، ده كده فا اوفر ماتيور نقط كتيره تبقى اكسبانسا، ده كده جرافيت نقط كتيره تبقى اكسبانسا، يبقى اكسبانسا جرافيت، ده كده ماتيور عصايه في النص تبقى بنديني او بليده بس عاده نقولها بنديني ماشي، ده برده عصايه في النص اهو تبقى بنديني ومفيش اوفر تبقى جرافيت. طب لو جينا اللايف سايكل، تيبيكال اللايف سايكل بتاعه الانيبلوسيفرا وتيبيكال البيضه بتاعه الانيبلوسيفرا هي واحده. خلاص طيب لو جينا للامبورتانس والباثوجينيس، بيقول لك يا لها ليتل امبورتانس، يعني ما فيش باثوجينيك كتير، ما بتعملش باثوجينيك كتير، بس المشكله هي لو كترت الواحده بتوصل 600، تخيل لو كميه على بعضها هيقوموا قافلين عاملين اوبستراكشن للانتستين. خلاص وممكن يعملوا دايريه شديده، ظاهريه جديده وابستراكشن لمين؟ للانتست. اميزها ازاي؟ يا اما اشوف الجرافيت سيجمنت نازله، يا اما اشوف في ايه البيضه في الفاينل هوست، اعالج اعمل كونتور بعالج الانفكتد انيمال وعالج بالنيوكليزومايد. ده الكلام الفشل اللي احنا قلنا عنه. في دوتين تانيين مش عايزك تعرفهم بالتفصيل قوي، كلمتين بس عن كل واحده في العيله دي، السيتوتينيا والبارانيبلوسيفالا، السيتوتينيا والبارانيبلوسيفالا. ده المعلومات بس اللي انا عايزك تعرفها عن السيتوتيني. انت عارفها ان هي بتيجي في الرسوم التستين بتاع الرابت، يبقى ده طفيل بيجي في الرابت. عندي ثلاثه سيتوتيني، سيتوتينيا ستينويدز، سيتوتينيا ستينويدز، سيتوتينيا دينتيكولاتا، سيتوتينيا دينتيكولاتا، سيتوتينيا بيكتينات، سيتوتينيا بيكتينات. ركز معايا، كلهم شبه بعض، الفرق بس في الاسكولكس. كلهم شبه بعض، الفرق بس في حجم الاسكولكس، حجمه. فهنمسك اول واحده نشرحها وبعد كده نشوف الباقي. دي بتوصل لحد 80 سم جوه الرابت، رابت صغير 80 سم، حلو ماشي. السكولكس بتاعه نص ملي، السكولكس بتاعها نص ملي، بتبقى برودر زان لونج، واحنا اتفقنا عليها كلها برودر زان لونج، وبتبقى دبل سيت من جيتال اورجان زي اختها المونيزيا. خلاص وبايلاترال زي ما احنا اتفقنا، بس الكوموجيتال بور بيبقى موجود في البستور كوارتر في النص التحتاني. خلاص الايج فيها بايرو فورم ابريتس زيها زي العيله كلها ماشي، وتبقى 65 مايكرو. السيتوتينيا دينتيكولاتا زيها بالظبط بس السكولكس بتاعها اكبر، دي كانت نص ملي دي 8 من 10. السيتوتينيا بيكتيناتا زيهم بالظبط بس السكولكس بتاعتها اصغر، دي كانت نص دي ربع. يبقى اللي في النص الستينويدز نص، الثانيه اكبر والثالثه اصغر، يبقى واحده كبيره واحده صغيره واحده في الميدل في النص اللي هي الستينويدز. طب دي مشكلتها ايه؟ قال لك في الهيفي انفستيشن 80 سنتي زي ما ماشي، في الهيفي انفستيشن ممكن يعمل دايجستيف ديستربنس، الارنب تحس ان في وجع في بطنه، في مشاكل في بطنه. خلاص وممكن لو كتير قوي ممكن توصل لديسز، تعمل وفيات في الارانب، وفيات في الارانب. ده اللي كل اللي عايزك تعرفه عن السيتوتين. طيب الدوده الثانيه اللي اسمها بارا انيبلوسيفرا ماميليات، دي نان باثوجينيك فعشان كده ما درسناهاش بالتفصيل، بتبقى موجوده في الديودينم بتاع الهورس زيها زي الانيبلوسيفرا. خلاص بس بتبقى سمول 5 سم، الثانيه كانت 88 لكن ده 5 ايه سم. السكولكس بتاعها ما فيش فيه لابت خالص. امال المميز في ايه؟ السكولكس بتاعها مش مدور، مش قاب شيب، بيبقى شرطة صغيره كده، اقول عليها سليت لايت، اقول عليها سليت ايه لايت. واللايف سايكل زيها زي الانيبلوسيفالا بالظبط. ده كل اللي عايزك تعرفه عن البارا انيبلوسيفالا. طيب نخش في العيله الثانيه سريعا. العيله الثانيه اسمها سيزانوسوميدي، اسمها ايه ثاني؟ سيزانوسوميدي، سيزانوسوميدي، سيزانوسوميدي. العيله دي فيها ثلاثه ديدان، ثلاث ديدان مهمين، الافيتال لاينا ماشي، والستايليزيا، والسيزانوسوما اكتونيت اللي انا سميت اسم العيله عليها. صحيح هي انا سميت اسم عليها العيله عليها بس انا هشرحها في الاخر، بس انا هشرح الاول الافيتال لاينا، افيتال لاينا، استايليزيا،
استايليزيا وبعد كده السيزانوسوم. استايليزيا دي سمعناها فين قبل كده؟ كان في استايليزيا هيباتيكا، دي واحده من الثلاثه اللي بره السوبر انتستين اللي كانت في البايل داكت، وبرده معاها سيزانوسوم اكتينويد كانت موجوده في البايل داكت تحت الشيب والاذر رومين خلاص. اما بانكيتاتا دي موجوده في السمول انتستين، والافيتالاينا موجوده في السمول انتستين. حلو، نمسك اول واحده الافيتالاينا سبيشيز، ملهاش كومون نيم، دي طويله قوي، دي واخده توكيل 3، طولها 3 متر وعرضها 3 مللي، يبقى طويله قوي ورفيعه قوي، تحس يا شبه الشعريه، يبقى لونج سيجمنت تاب ورم وفيري نارو خلاص، والسيجمنتيشن بتاعها ان كلير، ما تحسش ان انت شايف السيجمنت من السيجمنت، لا الدوده كلها صب على بعضها كده خلاص. بتيجي في الشيب والازر روم، العيله دي كلها بتيجي في الشيب والازر روم، يبقى ده الفاينل هوست. حلو، الانترميت هوست اتفقنا كلهم زي العيله الاولانيه، اوروبيتد مايت وسيست سيركويد وفي الابدومينال كيفيتي والتيشو بتاعه الانترميت هوست، ده ثابت في العيلتين اللي احنا هناخدهم في المحاضره دي. طيب نيجي للافيتالاينس كولكس، تيبيكال الافيتالاين بتاع الميزي اللي هو 4 كابشي ماسكور سكر من الروستيلوم ولا هوكس، والنك بتاعته اضيق من النك بتاعت مين؟ النك بتاعت التانية ساجينات، بس عشان الجوجل دي اصغر من المونيزيا فيبقى ريلاتيف سمول، حجمه صغير شويه، 1 مللي خلاص؟ طيب نيجي بقى للماتيور سيجمنت بتاعت الافيتالاين، ركز معايا، دي الرسمه ودي الصوره، نشرح الرسم الاول بعد كده نشوف الصوره. بتبقى برودر زي اللونج اهي، بس بتبقى نارو وبرودر زي اللونج قوي، ماشي؟ تبقى نارو، ماشي. طيب كام سيت من جيتا اورجان؟ فيها كام اوفري؟ شايفين الداتا دي؟ ده الاوفري. يبقى 1 سيت من الجيتا اورجان، ويبقى بورال مش موجود في النص، يبقى على جنب من الجوانب. على جنب من الجوانب، جنب البور، جنب البور، يبقى 1 سيت من جيتا اورجان، اوفري واحد، سموث اهو زي ما انت شايف، وبورا. طب توصيف الكومو جيتال بور ايه؟ واحد يمين واحد شمال، اثنين يمين واحد شمال، يبقى ده irregular alternating، قول عليه تاني irregular alternating. طيب التستس فين بقى؟ النقط دي كلها تستس، ركز معايا بقى. انا عندي اثنين اكسكريتوري دكت، واحد يمين واحد شمال، شايفين الخطين دول؟ ماشي. بتاع اليمين ده قاسم التستس لناحيه اليمين لمجموعتين، يمينه وشماله، وبتاع الشمال ده برضو قاسم التستس مجموعتين، يمينه وشماله. يبقى لو بصينا على كم مجموعه في السيجمنت الواحده اللي هم 4 يمين وشمال كل اكسكريتوري دكت، يبقى عندي التستس بقسمها 4 جروب، ميديوم ولاترال ايتش اكسكريتوري دكت، ميديوم ولاترال ايتش اكسكريتوري دكت. طيب فين اليوترس اهو؟ اول مره نقول اليوترس اللي احنا شفناه بيبقى اقول عليها ترانسفيرس ساك او سيمبل ساك، سيمبل ترانسفيرس ساك موجوده في الميديوم. طب فين الفيتلاين جلاند؟ ما عندهاش فيتلاين جلاند، عشان كده سميناها فيتلاين. يعني اللي ما عندهاش، اللي ما عندهاش فيتلاين جلاند سميناه ايه تاني؟ فيتلاين. طيب نبص على الصوره كده، شايفين السيجمنتيشن بتاعها مش واضح خلاص، فعشان كده كل الشرط اللي في النص دي هي عباره عن اليوترس، يبقى كل شرطه من دي اعتبرها سيجمنت، ماشي؟ يبقى الشرط اللي بالعرض دي هي اليوترس. الخطين الباهتين دول هم الاكسكريتوري دكت، في نقط يمين وشمال كل خط، اهي نقط يمين وشمال خلاص، دي التستس. طب فين الاوفري؟ واحده من النقطه اللي جوه اللي ميديم للاكسكريتوري دكت، بس عشان هي واخده نفس اللون فانا مش موضحها عن التستس خلاص، كلها على بعضها كده، دي الافيتالاينا ماتيور سيجمنت. طب لو جينا بقى للافيتالاينا جرافيد، جرافيد سيجمنت برضه نارو ان سيجمنتد اليوترس. بص بقى اليوترس بقى ده جميل قوي، اليوترس اللي هو ده اللي هو الجزء ده، حلو. طيب ده مش عاوز ياخد البيض، يا عم الحاج خد البيض، قال لك لا ده النوع اللي كنا بنقول مش عاوز ياخد البيض في الجنرال، وجاب اورجن تاني جنبه وحط فيه البيض، بقول عليه الاورجن اللي جنب اليوترس، بار يوتراين اورجن، قول عليه تاني بار يوتراين اورجن، حاجه مدلتله كده من اليوترس من السيجمنت طلع. بس في حاله الافيتالاينا في واحد بار يوتراين اورجن في كل سيجمنت، واحد بار يوتراين اورجن في كل سيجمنت اهو، بص كده واحد بار يوتراين اورجن في الميدل بتاع مين؟ السيجمنت، وبقيه السيجمنت فاضيه لان الجرافيت سيجمنت ما بقاش فيها غير اليوترس بس، واحد بار يوتراين اورجن. النقط اللي على الجناب دي، دي الكوموجيتال بور، دي فاتحه فمش هيحصل لها اتروفي، ماشي؟ نيجي لتاني ستايليزيا، ستايليزيا ستايليزيا دي اقصر واحده فيهم، شورتست تاب وير، التانيه كانت لونج دي شورت، التانيه كانت 3 متر دي 50 سم يعني نص متر، يا واحده نص متر التانيه 3 ايه؟ متر خلاص؟ انا عندي اتنين، ستايليزيا جلوبي بانكيتاتا دي موجوده في السمول انتستين، وستايليزيا هيباتيكا، هيباتيكا موجوده في البايل داكت بتاعت الشيب والاذر روم، ده الفرق بينهم بس، ان واحده موجوده في السمول انتستين واحده موجوده في الليفر، بقيه الحاجات كلها واحده نفس الشكل ونفس كل حاجه، ده الفرق ما بينهم، ان واحده موجوده في السمول انتستين اللي هي الجلوبي بانكيتاتا، واحده موجوده في الليفر او في البايل داكت اللي بنقول عليها الستايليزيا هيباتيكا خلاص ماشي. وبقيه الرصه دي زي ما هي نفس المعلومات.
هنيجي ليه؟ للاسكوليكس عندها اربعه كوبشي ماسبر سكر برضو من جروب ستريمولوكس، ما احنا عارفين العيله دي كلها واحد، بس دي فيها ميزه شويه ان السكر بتاعتها كبيره شويه. يبقى هي صحيح اربعه كوبشي ماسبر سكر ما فيش ستلم ولا هوكس خلاص، بس السكر بتاعتها بيبقى كبيره كبيره، لارج سكر لارج سكر، والنيك بتاعها برود شويه لارج سكر. طيب نيجي للماتيور سيجمنت. الماتيور سيجمنت بتبقى نارو سيجمنتد برضو نفس الحكايه، بص كده اهي عريضه بروتر زان لونج، كام اوفري؟ اوفري واحد، يبقى 1 سيت من الجيتال اورجن، برضو بقى اوفال وسموث، وبقى بورال جنب البور زيها زي الثانيه، بس هناك كانت الريجولار الترنيتنج، واحد يمين اثنين شمال واحد يمين خمسه شمال، لا هنا بقى واحده يمين واحده شمال واحده يمين واحده شمال، يبقى دي ريجولار الترنيت. يبقى في حاله الافيت لاين كانت الريجولار، في حاله الاستابيليزيا هتبقى ريجولار. طيب التستس كان هناك اربعه جروب من التستس صح؟ لا هنا بقى اثنين جروب بس، ميديام للاكسكريتوري داكت بس، جوه الاكسكريتوري داكت بس، مفيش فيه لاترال خلاص؟ طيب الاوفري اتفقنا ان هو سفيريكال، وبعد كده الفيتلاين جراند برضو ابسنت، اختها ما عندهاش فيتلاين جراند، هنا هدي لها يبقى في تفرقه عنصريه، ده برضو ما عندهاش فيتلاين جراند. اليوترس بقى شايفين الجزء ده اليوترس؟ اليوترس عباره عن ايه؟ كتله وكتله، يعني كوره وكوره وبينهم عصايا، نقول عليهم تو بورشن كونكتد ويست ترانسفيرس داكت، او تو بورشن بالترانسفيرس داكت دي عامله زي الدمبل، الناس اللي بتلعب حديد يبقى ممكن نسميها دامبل شيب، ممكن نسميها دامبل شيب. نبص على الصوره كده، الخط الرفيع في النص ده الرفيع ده اليوترس، هتلاقي تخن من الجزء ده وتخن من الجزء ده، يبقى ده الدامبل شيب يوترس. بعد كده الخط الباهت ده الاكسكريتوري داكت، بص كده جوه الاكسكريتوري داكت بس جواه هتلاقي في حاجات مسفره وحاجات حمراء، الاصفر ده اوفري والاحمر ده تيستس، الاصفر ده اوفري والاحمر ده مين؟ تيستس خلاص. طيب نيجي للجرافيت سيل، هي صحيح نارو برضه برودر زان لونج، هناك كان فيها واحد باريوتراين اورجن في الافيتال لاين، هنا عندها اثنين باريوتراين اورجن في كل سيجمنت، هناك كان واحد في كل سيجمنت، هنا عندها اثنين في كل سيجمنت. نيجي لاخر دوده في العيله دي واخر دوده ان شاء الله في المحاضره دي، السيزانوسوما اكتينويد، اسمها ايه تاني؟ سيزانوسوما اكتينويد، سيزانوسوما اكتينويد. ركز بقى معايا كده، شايفين السيجمنت في البوستيريور بوردر بتاعها في فيزابول بابيلي، في بابيلي نازله عامله زي الشراشيب، عارفين الشراشيب؟ شراشيب كتير 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 كتير، فعشان كده قاموا مسمينها فرنج تابور، الكومون نيم بتاعها فرنج تابور، فرنج تابور. طيب طولها 2 متر عشان كده بقول عليها ميديم سيجمنتيشن تابور. الافيت اللي كانت 3 متر فقلنا عليها لونج، الاستايليزي كانت نص متر 50 سم فقلنا عليها شورت، دي بقى ما بين الاثنين 2 متر فقلنا عليها ايه؟ ميديم، بس مشهوره قوي بالشراشيب دي، عندها رو صف من اللارج جروزلي فيزابول بابيلي موجوده على البوستيريور بوردر، برده موجوده في الشيب والاذر روميننت، والسيزانوسوما اكتونيد دي واحده من اللي بره السمول انتستين موجوده في البايل داكت، وبقيه الراس المعلومات زي ما هي. السكوليكس زيها زي الافيتال لاين، اربعه كوب شيب ماسكول سكر وما فيش استلم ولا هوكس، ممتاز. طيب نيجي بقى للشيب، برودر زان لونج زي ما اتفقنا، وفيها الفيزيبل بابيل اللي احنا قلنا عليها فرنج التابول. طب كام سيت من الجيتال اورجان باي لاترال؟ بص كده ده جزء اهو، ادا اوفري وفي اوفري الناحيه الثانيه بس مش باين. طيب الاوفري بيبقى انكمبليت رينج وفي الفيتلاين جلاند كومباكت ماس تحتها. طيب التستس بتبقى ديستريبيوتد بس موجوده في البوستيريور بوردر، بص كده على البوستيريور بوردر اهو، ودي فاضي على البوستيريور بوردر، ودي فاضي على البوستيريور بوردر، ودي فاضي، ماشي؟ طيب والاوفر زي ما اتفقنا انكمبليت رينج وفي الفيتلاين جلاند كومباكت ماس، ماشي؟ يبقى دي الاخت اللي اسمها سيزانوسوما اكتر، يبقى ميزها بايه؟ بالشراشيب اللي موجوده عليها دي الفرنج تاب. طيب نيجي للجرافيت سيجم، عندها نفس الشراشيب بتبقى برودر زان لونجر، ما هي اللي فوق شراشيب بقى تحت الشراشيب مش شرشيبها كلها، يبقى عندها برودر زان لونج واتش سيجمنت برضه فيها الجروزلي فيزابول بابيلي، بس اليوترس جواها دي جرافيت ما فيهاش اليوترس، بيبقى بار وتراين اورجان، بس في اكتر من بار وتراين اورجان في نفس السيجمنت، سيفرال اتش سيجمنت، يبقى اللي عندها واحد بس الافيتال لاين، اللي عندها اثنين دي ستايليز، اللي عندها اكتر من اثنين اقول عليها سيزانوسوما اكتينويد، اقول عليها ايه تاني؟ سيزانوسوما اكتينويد اهو. ده ال بتاع الافيتال لاين وبتاع السيزانوسوما، ده بتاع الاستايليز اللي فيه السكر كبير شويه خلاص، ده الافيتال لاين ماتيور، افيتال لاين جرافيت، ده الاستايليزيا جرافيت، وده السيزانوسوما، ده السيزانوسوما. نيجي لللايف سايكل، اللايف سايكل تيبيكال اللايف سايكل بتاعت الانيبلوسيفاليتي اللي هي المونيزيا والانيبلوسيفاليتي، ما عدا ان البيضه ما فيهاش فيها القله، فاكرين البايروفورم ابريتس؟ نفس شكل البيض بس ما عندوش البايروفورم ابريتس والكاب اللي احنا قلنا عليه. طبعا باختلاف الفاينل هوست من كل واحده للثانيه. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تعملها؟ التلاته نون باثوجينيك بس في الهيفي انفستيشن بتعمل حاجات.
اتفقنا ان الحاجات النوباسوشينك لو عددها كتر ممكن تعمل شويه حاجات. ايه الحاجات اللي ممكن تعملها؟ الافيتالاينا موجوده في سمول انتستين فهتعمل لي دايريا وايماسيشن وممكن اوبستراكشن. السيزانوسوما نفس الحكايه موجوده في سمول انتستين، ايماسيشن دايريا وانتستين اوبستراكشن. دي ستايليزي عند نوعين، واحده في سمول انتستين هتعمل زي الاثنين اخواتها. طب اللي موجوده في البايل داكت اللي هي الستايليزي هيباتيكا هتعمل هيباتيك باثولوجي في الايه والليفر يحصل له كونتامينشن. خلاص والليفر يحصل له كونتامينشن ماشي. يبقى دي الحاجه الوحيده اللي هتبقى مختلفه. طيب دايجنوزز هشوف الايج وجرافيت سيجمنت، الورقه دي او الشريحه دي متكرره في كل الديدان تقريبا. الكنترول لازم اعمل تريتمنت للانفكتد فاينل هوست، والتريتمنت هيبقى بالنيكلوزاماين. ودي بعض الريفرنس اللي احنا استخدمناها في المحاضره. وفي الختام بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.